بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب النهي عن المسكر، وذكر العديد من تلك المرويات تحت هذه الترجمة. وكانت الرواية الأولى التي ذكرها كانت رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن مات ويشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة. وذكر أيضا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فلو كان القليل من هذه الخمرة ليس بمسكر، فليس العبرة بذلك القليل طالما يحدث الإسكار من استعمال كثير الخمر، فقليل ذلك الشراب حرام كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال كذلك: كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام. وبالتالي يبقى كل شراب حنجد منه الإسكار فهذا خمر، وبالتالي الخمر ما خامر العقل كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نجد بعض المنافع من الخمر أو استعمال الخمر كما يظن البعض أن فيها بعض المنافع، كأنها أيضا بتساعد على الدفء في حال البرودة الشديدة، وكذلك قد تساعد على النشاط في حالة الخمول والكسل. وبالتالي قد يظن البعض أن ذلك مبرر لاستعمال الخمر. فكانت هذه رواية عن ديلم الحميري رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أن بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا. قال: أن بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل يسكر؟ قال: قلت نعم. قال: فاجتنبوه. قال: فقلت: فإن الناس غير تاركين. قال: فإن لم يتركوه فقاتلوه، فإن لم يتركوه فقاتلهم. يبقى اجتمع القوم على معصية، اجتمع القوم على معصية وأصروا على فعل المعصية، قاتلوهم على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني الإنسان لو كان مستحلا لما حرم الله عز وجل فهذا كفر ناقل عن الملة. يبقى لو كان الإنسان مستحلا لما حرم الله عز وجل فهذا كفر ناقل عن الملة. نفرق بين أمرين، بين طاعة الإنسان لذلك الأمر حتى لو كان مصرا على فعل المعصية، نقول ده مش معناه أنه مستحل، وأنه ممكن الإنسان يستحل المعصية دون أن يتعاطى المعصية، دون أن يتعاطى المعصية. فالاستحلال يبقى حكمه أنه هذه ردة عن دين الله تبارك وتعالى، غير اللي هو بيرتكب المعصية ومصر على فعلها. يبقى لو قلنا أن هناك إنسان مصر على شرب الخمر ويعلم أنها معصية ولكن هو مصر على شربها، يبقى نقول هو عاصي لله عز وجل وبيفعل كبيرة من كبائر ومصر على فعل هذه الكبيرة، كما بينا لو مات على ذلك هو في مشيئة الله، إن شاء غفر الله عز وجل له وإن شاء عذبه، ولا يحكم بكفر هذا الإنسان. كل ما في الأمر أنه عاصي عاتي، يبقى عاصي عاتي. قلنا الإنسان ممكن لا يتعاطى الخمر ولكن هو يرى برأيه أن الخمر ليس فيها شيء وليست بحرام، وليست بحرام.
الحرام. فعلى ذلك نقول إن استحل ما حرم الله هذا كفر، وحتى لو لم يتعاطى ذلك الشيء. مثال الإنسان مثلا بيقول إن الزنا يعني ليس بحرام، أنها حرية شخصية، يبقى البعض يقول إن الزنا هو حرية شخصية وبالتالي ليس بحرام، يبقى على ذلك نقول هذه ردة ناقلة عن الملة. قلنا حتى لو لم يزني هذا الإنسان، حتى لو لم يزني هذا الإنسان، فقتال هؤلاء لأنهم أصروا واجتمعوا على فعل معصية، يبقى قتلهم أساسا أنهم يعلمون أنها معصية ولكن أصروا على ذلك واجتمعوا على فعل المعصية. وبالتالي نقول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يحارب نقول مانعي الزكاة، هم لم يكفرهم، قلنا هي الحرب تعرف بحرب الردة، قلنا لأن غالب القبائل كانت قد ارتدت عن دين ربها سبحانه وتعالى، فكان يقاتلهم. وكان من ضمن هذه الطائفة طائفة منعت الزكاة بتأويل، لأن الآية كما قال ربنا سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، قالوا يبقى ده كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، من بعد موته يبقى ده كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لما منعوا الزكاة ليس جحودا ولا نكرانا لهذه الفريضة، ولكنهم ظنوا بذلك التأويل أنها كانت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فيمتنعوا على ذلك. فأبو بكر الصديق كان يقاتلهم على منعهم للزكاة لكن لم يكفرهم، يبقى غير نقول إن هم لكن كانوا ضمن الطائفة التي ارتدى عن دين ربها سبحانه وتعالى، فلا نستطيع عند ذلك التمييز، لا نستطيع التمييز. إن لما هيقاتلهم الإمام نقول لأن هذه طائفة اجتمعت على فعل المعصية وأصرت على فعلها، فلذلك قال فإن الناس غير تاركين، قال فإن لم يتركوه فقاتلوهم، يبقى حتى يعودوا إلى رشدهم وحتى يعودوا إلى صراط ربهم المستقيم. زي الطائفة نقول البغاء، يبقى البغاء خرجوا لهم شوكة وخرجوا بتأويل سائغ على الإمام، فوجب أن ينهض الناس مع الإمام حتى يردوا هذه الطائفة إلى رشدها، حتى يردوا هذه الطائفة إلى رشدها، لا يقاتلوهم قتال الكفار، ولكن الغرض من كده هو تأديب هؤلاء حتى يعودوا إلى صراط الله سبحانه وتعالى. إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يبقى نقول إن هي لم يحكم عليها بالكفر، ونقول على الرغم إن هي خرجت بتحارب الإمام، ولكن نقول عندهم شوكة وخرجوا بتأويل سائغ، فدي حرب طبعا هنا البغاء، لها طبعا هنا شروط، لها شروط، يبقى ما بيقصدش الإنسان أنك أنت لقتلي، ولكن المقصد أنه هو كأنها دفع الصائل، كأنها دفع الصائل عشان يعود إلى صراط رب مستقيم ويفيء إلى أمر الله تبارك وتعالى. وبالتالي لو وقع منهم يعني النساء في الأسر فلسنا هي بسبايا، مش هيبقى دول سبايا، إنما يجوز إن أنت تأسر المسلم، وكذلك أموالهم ما بتبقاش غنيمة ترد عليهم بعد ذلك، فيبقى على ذلك فإن لم يتركوه فقاتلوهم، قلنا عشان لا يرد إلى الأذان اللي ده معناه أنه كفرهم، وبالتالي قال إن إحنا نقتلهم، لكن ده طائفة أصرت على فعل المعصية واجتمعت على ذلك، واجتمعت على ذلك، يبقى بالضبط كده زي إنهم اجتمعوا على منع الزكاة، على الرغم إنهم لم يجحدوا الفريضة، ولكن اجتمعوا على ذلك الأمر، منع ذلك المال، فيعاقبوا نعم، والإمام يحاربهم نعم، قلنا الغرض من كده حتى تفيء إلى أمر الله تبارك وتعالى. ثم توقفنا عند رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، وقال كل مسكر حرام، وقال كل مسكر حرام، يبقى نهى عن الخمر وعن الميسر هو القمار، وعن الكوبة قيل أنها الطبل وقيل أنها النرد اللي هي الزهر بتاع الطاولة، فقيل أنها النرد، وطبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النرد، النرد اللي هو يبقى اللي هو الزهر ده بتاع الطاولة أو بتاع أي لعبة من اللعب يعني، فعلى ذلك نقول نهى عن سواء كان الطبل أو كان النرد، وأيضا نهى عن الغبيراء، قال ده ضرب من الشراب بيتخذ الحبش من الذرة، يبقى ده الغبيراء يبقى اسم لشراب مسكر عند الحبشة، اسم لشراب مسكر عند الحبشة، وبالتالي نهى النبي
صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال كل مسكر حرام. يبقى الخمر أو الغبيراء أي مسمى المسميات، طالما هذا المشروب وجد منه الإسكار فهو خمر وهو حرام، كل مسكر خمر. يبقى كل شراب مسكر هنحكم عليه أنه خمر، أنه خمر. قلنا على الرغم أن الناس يتعرفون أن الخمر مصنعة من كذا، أو أن الخمر في عرف الناس أنها من أصناف كذا وكذا، ولكن نقول بهذه خمر، وكل شراب وجد منه الإسكار فهو خمر. قلنا حتى لو سماه الناس بغير اسمه، قلنا لو كان في شراب مسكر وقالوا هذا ماء، يبقى نقول أو طالما وجد منه الإسكار فهو خمر. سموه قالوا هذا لبن، نقول طالما وجد منه الإسكار فهو خمر. يبقى على ذلك نقول مش العبرة بالمباني ولكن بالمعاني. يبقى وإلا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي قوم يسمون الأسماء بغير اسمها، يسمون الخمر بغير اسمها، فليس العبرة بقى الحل والحرمة مبنى على الكلمة وعلى اللفظ. يبقى على ذلك قلنا لو جم كده على شراب مسكر وقالوا هذا لبن، سموه كده فيما يتعرف به الناس هذا هو اللبن مثلا، يبقى على ذلك يا ترى نقول اللبن ليس بحرام. لا، العبرة مش بالمبنى مش باللفظ، العبرة بالمحتوى. فده شراب مسكر يبقى هذا خمر بغض النظر بقى عن مسماه. وأن الإنسان لو أتى على ماء وقال هذا خمر، نقول ليس بحرام، اللفظ لا تصلح، لكن الشراب غير مسكر، فعلى ذلك اللفظ لا يحرم الماء. يبقى لو احنا اطلقنا كده، يبقى طائفة اطلقت على الماء انه خمر وسموا هذا الماء بخمر مثلا، فعلى ذلك نقول لا، هو ماء غير مسكر، طالما ده شراب غير مسكر فليس بخمر. قلنا حتى لو اطلق عليه ذلك الاسم، فليس العبرة ان هو التحريم والحل والحرمة مبنى على الكلمة، لا ده مش مبنى على الكلمة. وإلا الربا سموها انها ربحية، يبقى على ذلك لو كان مبنى على الكلمة يبقى هنقول هو حلال، لأن الربحية ده يبقى نقول ده نتيجة تجارة مثلا بنحقق هذه الربحية. لا، العبرة مش باللفظ ولكن بننظر إلى نقول المعنى، ليس إلى المبنى ولكن إلى المعنى. فعلى ذلك يبقى إحنا بننتبه، يبقى ما تغترش بالمسمى أو بالاسم ولكن تنظر إلى المعنى، تنظر إلى إما الشراب ده مسكر يبقى حرام، بغض النظر إن إحنا ننظر ابتداء إلى اسم هذا شراب ليس مسكر، يبقى نقول هذا شراب حلال. قلنا حتى لو سماه القوم باسم أسماء الخمور، فلذلك قال والغبيراء اللي هي شراب بتصاع الحبشة وهو شراب مسكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، قال كل مسكر حرام. ثم ذكر رواية عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر أو مفتر، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر أو مفتر، اللي هو يحدث الخضر في أعضاء الإنسان نتيجة تعاطي ذلك الشيء. يبقى المسكر مذهب للعقل، الخمر ما خامر العقل كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، والمفتر اللي هو يحدث نوع من أنواع نقول كده الخضر في الأعضاء، الخضر في الأعضاء. قلنا ده كنتيجة تعاطي مثلا المخدرات، مخدرات ده هي يحدث منها خضر في الأعضاء، خضر في الأعضاء. يبقى كأن كده نقول في كسل في الأعضاء، قلنا حاله زي حال إنسان بيعمل عمل شديد شاق جدا، ونقول عمل فترة طويلة، فيحدث نوع من أنواع كده نقول كأن المفاصل اتحلت، يقول لك أنا حدث لي حل في المفاصل، أو نقول إن هي بلادة في الأعضاء. يبقى نقول حالة من الكسل والخمول الشديد، خضر خضر لم يقوى، نقول على أنه أساسا يعني يتملك تلك الأعضاء. فلذلك قال كل مسكر ومفتر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمفتر هو الذي إذا شرب أحمل جسد وصار فيه فطور وهو ضعف وانكسار، يبقى وفي ضعف انكسار. ويحكى أن رجل من العجم قدم القاهرة وطلب الدليل على تحريم الحشيشة، وعقد لذلك مجلس حضره علماء العصر، فاستدل الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله بهذا الحديث فأعجب الحاضرين. يبقى تقولوا فين الدليل على حرمة الحشيشة؟ فعلى ذلك كما بينا كل مسكر الخمر كل خمر حرام، كل شيء بنتعاطاه أو كل شيء بيتعاطاه الناس مائع أو جامد
وبالتالي أذهب عقل الإنسان، يبقى نقول على ذلك هذا خمر، لأن كل مسكر خمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومش شرط أبدا أنه هو لازم يكون مائع، المائع كالجامد، قلنا العبرة في ذلك هو حدوث الإسكار. فقلنا حدوث الإسكار يبقى لو كان استعمال كثير منه مذهب للعقل يبقى هذا مسكر، وبالتالي لو كان مسكرا فعند ذلك هذا خمر وهذا حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ممكن يحدث نوع من أنواع الخدر في الأعضاء، يعني كما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، يبقى نقول اللي هو حيحدث نوع من أنواع الاسترخاء كده في فطور في أعضاء الإنسان، وكأنه لا يملك الأعضاء، أن حالة من حالة الاسترخاء بلادة كده، بلادة في الأعضاء والمفاصل، زي الإنسان اللي عمل مضني، عمل شديد جدا شق جدا، وبالتالي نقول يعني لما أتى للراحة نقول عند ذلك هذا الإنسان حتى لا يقوى أن يقوم برفع يديه. طبعا ما إحداث بقى هذا المخدرات ما تحدث من طرب أو نشأ أو غير ذلك، يبقى كده كأنه منتعش، يعني نقول على ذلك يبقى هذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، نهى عن كل مسكر ومفتر، يبقى ده جمع بين الأمرين. فأيضا نقول حتى لو كان لا يحدث إذهاب العقل فهو يحدث القدر في الأعضاء ويحدث هذا الكسل والخمول والضعف، يبقى هذا طبعا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام القطبي رحمه الله: المفتر كل شراب يورث الفطور والرخوة في الأعضاء والخضر في الأطراف وهي مقدمة السكر، نهى عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر. وحكى العراقي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة وأن من استحلها كفر، يبقى اجماع ذكروا الاجماع على تحريم الحشيشه وقالوا ان هو من استحل ذلك كفر. قلنا لان طبعا الاجماع دليل من الادله المعصومه، يبقى النص من كتاب والسنه دي ادله معصومه، الاجماع دليل معصوم يعني لا يجوز نقده، ما يجوزش نقده، زي ما يجوزش نقد النص من الكتاب والسنه ما يجوزش نقد ايضا الاجماع، يبقى إن وردت دليل المسألة الإجماع يبقى على ذلك لا يجوز نقدها، لا يجوز نقد هذه المسألة. نقول إن شاء الله طب إحنا هنجتهد مرة تانية، نقول لا، يبقى ده طالما إن ده كان إجماع يبقى لا يجوز نقده، وده دليل من الأدلة المعصومة، هذا دليل من الأدلة المعصومة. فلذلك كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله حكى العراقي ابن تيمية رحمه الله الإجماع على تحريم الحشيشة وأن من استحلها كفر، يبقى ذكر الشارح وقال حكى العراقي ابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة وأن من استحلها كفر. يقول ابن تيمية رحمه الله أن الحشيشة أول ما ظهرت في آخر المائة السادسة من الهجرة حين ظهرت دولة التتر، قال وهي من أعظم المنكرات وهي شر من الخمر من بعض الوجوه، يعني قال أول ما ظهرت دي ظهرت في المائة السادسة من الهجرة، فقال ظهرت حين ظهرت دولة التتر، وقال من أعظم المنكرات وهي شر من الخمر من بعض الوجوه، وبالتالي قال وإنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة لأنها لم تكن في زمنهم. قلوا والله ده ما سمعناش عن الكلام ده عند الأئمة، مثلا عند أبي حنيفة، الإمام مالك، أحمد بن حنبل، الشافعي، الأئمة المعروفة مثلا لم يتكلم عنها، نقول سفيان الثوري، سفيان بن عيينة مثلا، فذلك نقول أنها لم تكن في زمنهم، وبالتالي يبقى في كما نقول أن في مواد هتبقى مواد مخدرة، المواد دي لم تكتشف أو لم تزرع إلا في هذه الآونة، وبالتالي يبقى على ذلك إحنا عندنا الأصل اللي إحنا بنقيس ونزل عليه، يبقى العلة الإسكار، متى وجد الإسكار؟ فأي شراب مستحدث مثل في هذه الفترة طالما وجد منه إسكار يبقى هذا خمر، نقول والله شيء جامد بتعاطاه الناس كالمخدرات، وبالتالي يبقى ده أيضا حكمه هيبقى حكم الخمر طالما أذهب العقل أو حدث منه ذلك الخضر في الأعضاء، يبقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسكر وعن المفتر أيضا كما ذكرت أم سلمة رضي الله عنها في هذه الرواية. وبالتالي بقى نقول الأمر مش مقصور على أصناف محددة، ولكن نقول وجد الإسكار يبقى من مائع من جامد يبقى ده حكم الخمر، حكمه حكم الخمر.
يبقى عندنا أصل إحنا بنقيس عليه، بنزن عليه ذلك الأمر. فمتى وجدت العلة فالحكم بيدور مع علته دائما، الحكم بيدور مع علته. العلة فيها كذا يبقى نقول يعني كما نقول كده، لا يجوز أن يجامع المرأة في حال النفاس، لا يجوز أن يجامع الرجل المرأة في حال النفاس. نقول يا ترى لماذا؟ لأن العلة موجودة كما هي موجودة في مسألة الحيض. يبقى سألناك على المحيط، قل هو أذن فاعتزل نساء في المحيط، يبقى العلة وجود الأذى، يبقى وجود ذلك الأذى. فأيضا هو يبقى هنقيس عليه، يبقى نقول النفاس، هنقيس عليه النفاس. يبقى لا يجوز الرجل أن يطأ المرأة في حال الحيض، وكذلك لا يجوز الرجل أن يطأ المرأة في حال النفاس. يبقى دائما نقول ان الحكم بيدور مع علته، الحكم يدور مع علته. وجدت العله يبقى نقول والله حنطبق عليه ذلك الحكم. يبقى نقول عله النهي عن شرب الخمر الاسكار، وجد الاسكار بقى من اي بقى ماده تانية او من اي صنف الاصناف، مائع جامد، يبقى على ذلك بيطعتوه بالاستنشاق زي مثلا الهيروين والبودرة لغير ذلك، يبقى كلها حكمها حكم الخمر، بيحدث من خلالها الإسكار ذهاب العقل، أو بيحدث منها الخدر وبالتالي الفطور في أعضاء الإنسان. ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسكر وعن المفتر أيضا. يبقى نقول على ذلك يبقى متى وجد أي صنف بقى من الأصناف، يبقى ده هنحكم عليه بهذه الصورة طالما وجد منه العلة. ذكر الشارح كلام كثير عن هذه الأمور وعن أيضا يعني أصناف من هذه المفترات. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق أو الفرق فملء الكف منه حرام. قالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق أو الفرق فملء الكف منه حرام. فكل مسكر حرام، يبقى وجد الإسكار من أي مادة أو أي صنف الأصناف، يبقى نقول هذا خمر، هذا حرام، هذا حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما أسكر منه الفرق أو الفرق، الفرق قال كيل بتسع 16 رطلا، والفرق بالسكون قال فمائة وعشرون رطلا. يبقى قال ما أسكر منه الفرق أو الفرق، يبقى الفرق ده الكيل بيحتوي على 120 رطل، والفرق يبقى بيحتوي على 16 رطل. وبالتالي قالوا ان الفرق ثلاثة اصع، يبقى ثلاثة اصع يعني معناها ما اذكر اي كثيره، مش العبرة ان هو قال ما اذكر منه الفرق فقط، لا، المقصود من الكلام ده هو يبقى بيذكر كلام عن القلة والكثرة بلا تحديد اساسا. يبقى ما اذكر كثيره فقليله حرام، يبقى قال وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، يعني عشان يبين أيضا ويأكد هذه المسألة. فما أسكر كثيره فقليله الحرام، يبقى ما أسكر منه الفرق. نتخيل كده لو وعاء، نقول وعاء وعاء كده إنسان شربه هيسكره، يبقى نقول ملء الكف منه حرام. يبقى نقول الجرعة الواحدة كده ياخدها بالكف بتاعه يبقى دي حرام، جرعة واحدة نقول حرام، ما يجوزش أبدا يعني أن يأخذ حتى لو كانت جرعة، نقول الجرعة دي مش هتسكر، ده اللي هيحدث الإسكار لما يشرب نقول مثلا يعني 10 لتر مثلا هيحدث الإسكار، نقول لو العشرة لتر دي هتسكر يبقى نقول الجرعة الواحدة يبقى لا يجوز، فهذا خمر حكمه يبقى أنه خمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الخطابي رحمه الله وفي هذا أبين البيان أن الحرمة شاملة لجميع أجزاء الشراب المسكر، قال في هذا أبين البيان أن الحرمة شاملة لجميع أجزاء الشراب المسكر. يبقى نقول مفيش منه استثناءات، مفيش منه استثناءات. وأي إنسان هيدعي أن ده والله يحدث منه الدفء في حال البرودة أو النشاط في حال الكسل، نقول يبقى ده كلام مردود على أصحابه، لأن هذه مسألة عرضت على النبي
صلى الله عليه وسلم وسأل ذلك السؤال المحدد بيسكر؟ قال نعم. قال إذن هو خمر فاجتنبوه فاجتنبوه. يبقى نقول على الرغم أن البعض يظن فيها منافعه فيها منافع، نقول على ذلك فاجتنبوه. الاجتناب ده معناه الحرمة الأكيدة لذلك الأمر. فكل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر في قال باب في الدذي أو الباذق. قال في رواية عن مالك بن أبي مريم أنه قال دخل علينا عبد الرحمن بن غن فتذكرنا الطلاء فقال حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. يبقى هيسموها بغير اسمها. وبالتالي الكلام ده مش عيب على الخمر فقط، مش على الخمر فقط، ولكن نقول يعني على منكرات كثيرة، على منكرات كثيرة. ومثلا يقول والله إن وجدوا هذا الرجل مع صديقته، دي زنية عاهرة. يبقى وجد، لكن هم طبعا بيخففوا الامر، يقول لك ان صديقه، والانسان لابد يبقى كرجل له صديقه من النساء، والمراه لابد يكون لها صديق من الرجال. فكلمه الصداقه نقول وضعوها في غير الموضع الصحيح، ده الصاحب ده يعني غير طبعا هنا المراه، لكن سماها صديقه او صاحبه، فوجد ان هو اساسا يفعل افعال مخله مع صديقته. وبالتالي كان كده ان يعني الامر بسيط جدا، هذا زنا وده عاهر ودي عاهره، ده زاني ودي زانيه. طبعا لما بنستعمل المصطلح الشرعي، مصطلح الشرعي بيدي المعنى، بيعطي المعنى. يعني لابد ان احنا في استعمالنا دايما ما تنتبه الى استعمال المصطلحات الشرعيه. يبقى كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا في قصه يعني جريج العابد ان امه قالت اللهم لا تدع حتى يرى ينظر في وجوه المومسات، في وجوه العاهرات. يبقى على ذلك نقول هذه اللفظه المصطلح بتحدث نوع من انواع النفره لهذه المعاصي، لهذه المعاصي. ولكن هم بيحاول ان هو يعني يقدم لك ذلك الامر بمصطلح قد لا تأباه او لا تأنف منه النفوس. ولذلك قال اشربن ناس من امة الخمر يسمونها بغير اسمها. يبقى اسم كده يعني نقول بيبقى مش هيحدث نفرة، لكن كلمة الخمر قلنا الانسان كده هيبقى بينه وبينها ايه حجاب. لكن هم حاول يسميه، حاول يدخلالك ازاي؟ قلنا ما ده اللي فعله الشيطان. ولذلك ما قررنا ربنا سبحانه وتعالى إن الشياطين يوحون إلى أوليهم ليجادلوكم فإن أطعتموه فإنكم لمشركون. فانتبه كده إن يعني بيحاول الشيطان التسلل لنا بأي صورة من الصور. هو الشيطان ماذا فعل مع آدم عليه السلام؟ قال له والله كل من الشجرة التي نهاك الله عز وجل عنها. قال هل أدلك على شجرة إيه؟ خلد وملك لا يبلى. يبقى دي شجرة خلد وملك لا يبلى، والإنسان بدأ بيحب الخلود، فهذا المدخل الشيطان يسمي الشجرة كده، دي شجرة نهاها ربنا سبحانه وتعالى عنه. ما يقولوش بقى ربنا نهاك عن كده، أنا كل من الشجرة التي نهاك الله عز وجل عنها، كل هذه الشجرة حتى تكون عصية، لا، ده دخل المدخل كده يعني ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يبقى على ذلك نقول إن هو بيحاول يسمي الأسماء غير اسمها. يبقى نقول وقد يندفع الإنسان إلى تعاطي ذلك الشيء وفي الهلكة والدمار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. فقال فتذكرنا الطلاء والشراب الذي يطبخ حتى يذهب به ثلثاء، ويسمي البعض الخمر طلاء. قال يشربن ناس من أمتي، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم هيشربوا الخمر، ولكن قلنا عشان يحدث نوع من انواع القناعه لنفسه هيسميها بغير اسمها. تسطرون في شربها باسماء الانبذه، اي يتوصلون شربها باسماء الانبذه المباحه كماء العسل، ماء الذره ونحو ذلك، ويزعمون انه غير محرم لانه ليس من عنب والتمر، هم فيه كاذبون لان كل مسكر حرام. فالمضار على حرمة المسكر قال فلا دون شرب القهوة المأخوذة من قش شجر معروف حيث لا سكر فيها مع الاكثار منه، إن كانت القهوة من أسماء الخمر. يعني المعنى كده يبقى نقول والله زي ما كما ذكرنا لو احنا جينا وسمينا الماء ان هو خمر يبقى حرام، نقول لا
هو ماء مش مسكر. فالعبرة كده الشراب ده بيحدث منه سكر ولا بغض النظر على الاسم بتاعه بغض النظر. يبقى لو سموا كده قلنا الخمر ماء يبقى او الخمر سموها لبن يبقى ترى يبقى حلال. لا هو الخمر الشراب ده مسكر فيبقى هو خمر بغض النظر على الاسم بتاعه. لكن هم بيسموا الاسماء بغير اسمها قلنا حتى يحدث نوع من انواع القناعه انها ليست بحرام. هو بيشرب ايه نقول له بتشرب ايه يقول لك انا بشرب لبن انا بشرب ماء انا بشرب عسل وهكذا. يبقى على ذلك ترى في الحاله دي يبقى ده حلال. ليس العبره بالمباني ولكن العبره ايه بالمعاني. فالمدار على حرمه المسكر يبقى نقول متى وجد الاسكار من ذلك الشرف فهو حرام. قلنا بقى بغض النظر عن هذا الاسم عن هذا الاسم. ولذلك قال اشربنا ناس من امه الخمر يسمونها بغير اسمها. يبقى قلنا المقصود من كده اللي هو هيحدث نوع من انواع القناعه داخل نفسي ان هي ليست بخمر انها ليست يقول انه بيشرب كذا انه بيشرب كذا. نقول لا انتبه والا ده طبعا تغيير يعني هذا تغيير كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وده نقول هذا هو طريق الشيطان ده طريق الشيطان يغير الاسماء القبيحه بهذه الاسماء التي قد تصر بها النفوس او لا ينافها الانسان فيندفع الى تعاطيها وهي في حقيقتها حرام حرم علينا ربنا سبحانه وتعالى. كذلك ايضا ذكر بعد ذلك باب آخر باب في الأوعية يعني بيتكلم عن الأوعية التي ينتبذ فيها. قال باب في الأوعية ثم ذكر عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قال نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. يبقى نهى عن الدباء والحندم والمزفت والنقير. فذكر أبو داود رحمه الله هذا الباب باب في الأوعية الأوعية التي ينتبذ فيها الأوعية التي ينتبذ فيها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء وعن الحنتم والمزفت والنقير. وطبعا يعني هذا الكلام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عند ذلك أن يشربوا في هذه الأوعية يشربوا في هذه الأوعية. ولما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا في هذه الأوعية لأن الأوعية دي كان بيستعملها هؤلاء القوم في مسألة النبيذ في مسألة تصنيع الخمر. فنهاهم عن الأوعية ليس لأن الوعاء يحرم الشراب فيه ولكن كانت الأوعية دي بيستعملوها في الانتباذ في مسألة تصنيع الخمر. فنهاهم أبعد عنهم الأوعية حتى لا تذكرهم بالخمر. وكذلك نقول رخص لهم بعد ذلك في استعمال هذه الأوعية. يبقى كان النهي مش نقول حرم ذات الوعاء لا ده هو كان الوعاء ده بيصنع فيه الخمر فنقول له ما تستعملش الوعاء ده يستعملش هذا الوعاء. يبقى على ذلك نقول يا ترى ليه يبقى هل الوعاء حرام زي نقول مثلا زجاجة الخمر الزجاج ده زجاج فده مش حرام ولكن نقول المادة اللي موجودة داخله هي الحرام المسكرة دي هي الحرام. وبالتالي حتى في إنكار المنكر لا تقم بكسر الزجاجة ولكن بسكب الخمر هنا لأن الزجاجة دي عبارة عن مال. انت ما تنكر المنكر فين المنكر منكر والخمر وليس الوعاء فالوعاء نقول حلال إلا طبعا في حالة إن هو لن يستطع يعني إذهاب هذا المنكر إلا بكسر الوعاء. لكن أصلا كده لو الإنسان إن هو حينكر هذا المنكر واستطاع أن ينكر هذا المنكر بيده ونقول بلا إحداث أي نوع من أنواع المفسدة المترتبة على إنكار ذلك المنكر يبقى لا نقول أنت لا تقم بكسر الزجاجة ولكن قم بسكب الخمر. يبقى ده إنكار منكر وإلا نقول الزجاجة دي يعني لو إحنا أساسا غسلناها انتهت يعني غسلنا الزجاجة انتهت ما فيهاش أثر عالق بها بالخمر. يبقى فيش أثر عالق بهذه الزجاجة بالخمر قلنا محطوطة في كأس يبقى الخمر محطوطة في كأس. يبقى تنكر المنكر تقوم بسكب ذلك الخمر موجود في الكأس لكن لا تقوم بكسر الكأس. فكسر الكأس ده نقول هو ليس بحرام الوعاء ده هو يعني الوعاء ده وعاء زجاجي قلنا متى قمنا بغسله يبقى عاد ايه انه اصبح طيبا مش هيعلق به شيء من الخمر ابدا. ف
فيبقى لذلك يبقى ناخد بالنا انكار المنكر يبقى الاوعيه يبقى ده وعاء حلال، لكن هذا وعاء تعارض ده وعاء معروف كده. يبقى زجاجات الخمر مثلا لها اشكال معينه، لها اشكال، فالافضل قلنا عشان يبعد الانسان التهمه عن نفسه لا تستعمل. يقول لك والله احنا بنستعملها في وضع الماء، حطها في الثلاجه عشان نستعمل ماء بارد، الوعاء ليس فيه شيء، لكن ما تجعلش كده انك انت تكون عرضه للاتهام، عرضة للاتهام. كذلك نقول انها زجاجات بيستعملها الناس في الخمور، نقول والله الأوعية كثيرة انك انت تضع فيها الماء، يعني افضل من ذلك الوعاء الذي يذكرك بشرب ذلك المحرم. يبقى على ذلك يبقى الأوعية في حد ذاتها مش حرام، ولكن كان هؤلاء بينتبذوا فيها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال هذه الأوعية، وبعد ذلك رخص لهم، رخص لهم. يبقى لأن كانوا يستعملون الأوعية في الانتباذ. فذكر هذه الرواية، قال باب في الأوعية، وذكر الرواية الأولى عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. الدباء اللي هو القرع، يعني القرع اللي هو اليابس منه كانوا بينتبذوا فيه، يضعوا فيه بقى مثلا التمر بينتبذوه في الماء ويغلقوا عليه ويتركوه بقى فترة بيتحول بعد كده إلى مسكر وهكذا، سواء بقى حب سواء ثمرة بيضعوها طبعا لها فترة معينة طبعا بعدها تتحول إلى مسكر، فكان بيضعوها في الدباء. أو قال الحنتم، هي الجرة الخضراء، هي الجرار الجرة الخضراء، ويبقى نقول ممكن تبقى جرة دي هتبقى مصنعة مثلا من الطين، من الطين بينتبذوا فيها ويضعوها وبالتالي بيتركوها كده يغلقوا بقى فتحة الجرة دهية، يتركوها فترة طويلة، بعد فترة هو طبعا بيبقى صناع هذه الأشياء عارفين والله الفترة اللي يتركوها في ذلك الوعاء قد إيه عشان يحول إلى مسكر إلى خمر. فهذه الحنتم والمزفت ايضا هو وعاء بيطلوه الزفت، قلنا عشان يسد المسامات وبالتالي يضعوا فيه الانتباذ دهوت ويتركوه الفتره التي يحول من بعدها الى خمر. والنقير اللي هو يعني المنقور من الخشب، المنقور من الخشب، دي كلها كانت اوعيه، الاوعيه دي كانوا بيستعملوها في الانتباذ ويصنعوا من خلال الخمر، يبقى كانت مستعمله لذلك الامر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال وقد اختلف، قال الإمام الخطابي رحمه الله وإنما نهى عن هذه الأوعية أن لها ضراوة واشتد فيها النبيذ ولا يشعر بذلك صاحبها فيكون على غرر من شربها. وإن دي كانت أساسا يعني وفد عبد القيس لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بأربع نهاكم عن أربع، وقال أنهاكم عن الدباء وعن الحندم والمزفت والنقير. قلنا لأن دي كانت أوعية كما ذكر ابن حجر رحمه الله، دي أوعية كانوا بيستعملوها في الانتباه. قال وقد اختلف الناس في هذا، فقال قائلون كان هذا في صدر الإسلام ثم نسخ بحديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الأوعية فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. يبقى كان يبقى النهي ما كانش في لذات الأوعية، لكن دي عشان أوعية كانوا بيصنعوا فيها، ده كان استعمالها عندهم، استعمالها عندهم، فعلى ذلك. لكن الوعاء ذاته مش حرام، ونقول مش مصنع من مادة أساسا حرام، مش مصنع، ده مصنع من مادة حلال والوعاء حلال، ولكن كان استعمالهم لذلك فأبعد عنهم الوعاء، قلنا حتى لا يذكرهم بهذه المعاصي ولا يذكرهم بهذا المسكر الذي كانوا يتعاطونه قبل ذلك، قبل تحريم الخمر. فكان هذا في صدر الإسلام، في بداية الإسلام، ثم نسخ بحديث بريدة الإسلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الأوعية فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. قال هذا صح الأقوال. وقال بعضهم الحظر باق وكره أن ينتبذ في هذه الأوعية، قالوا لا، هذا الحظر ما زال نهى عن إيه، عن ذلك الأمر. لكن هنعلم أيضا من الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان قد نهاهم عن ذلك، وبالتالي رخص له وقال فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. ذكر أيضا رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول حرم رسول الله
صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، فأخرجت فزعا من قولي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، فدخلت على ابن عباس رضي الله عنه فقلت: أما تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال: وما ذاك؟ قال: قلت قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. قال: صدق، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. قلت: ما الجر؟ قال: كل شيء يصنع من مطر. قال: كل شيء يصنع من مطر، من الطين، كل شيء يصنع من الطين، زي الأواني الفخارية، يبقى الفخار كده، يبقى كل شيء يصنع من المطر أو يصنع من الطين. فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أن ينتبذوا في هذه الجرار، في هذه الجرار. قلنا على أساس أن هم كانت أوعية بيستعملونها في تصنيع الخمور، يبقى ده كان الوعاء ده بيستعمل لكده، فلما نهاهم عن الوعاء قلنا بيبعد عنهم حتى يعني أثر أي معصية. يبقى المطلوب أن احنا مش نبعد عن المعصية، ونبعد أي أثر يذكرك بهذه المعصية. لذلك في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وأكمل 100 بقتل ذلك العابد الذي أفتى بغير علم، ولما ذهب إلى العالم أفتى أن هو يعني من يحول بينك وبين التوبة، ولكن أترك أرضك دي أرض سوء، الأرض دي اللي هو ارتكب فيها المعاصي، يبقى بيترك الأرض، مش هيترك المعصية بس، ده يترك المكان اللي هو ارتكب فيه المعاصي حتى لا يذكره، حتى لا يذكره. وبالتالي قال له: اذهب إلى أرض كذا فإن بها أناس يعبدون الله فعبد الله حتى يعبد الله معهم، فيها ناس صالحة واعبد ربنا سبحانه وتعالى معهم. لكن نقول لما نبهه قال له: اترك أرضك، الأرض التي ارتكب عليها المعصية، الأرض التي ارتكب عليها المعصية. فتخيل كده إنسان بيرتكب معصية في ثياب معينة، لما تاب نقول له: ابعد عن الملابس دي، الملابس دي عشان هي حرام؟ لا مش حرام، ولكن عشان ما تذكرهوش أبدا بالمعصية، حتى لا تذكره بالمعصية. يبقى بيقطع أي علائق بالمعصية، مش بيقطع نفسه المعصية فقط، أي علائق أيضا بالمعصية، سد الباب تماما. فده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وده طبعا من حسن الفتية كده انك انت تنتبه. يبقى انسان والله بيفعل كذا وكذا، نقول له: ابعد عن هذه المجموعة، ابعد عن الاماكن اللي انت ممكن كنت بترتكب فيها هذه المعاصي، ما تمرش، لان المكان لما يمر منه حيذكره بهذه المعاصي. يبقى اي مكان ارتكب فيه الانسان المعصية وتابع رب سبحانه وتعالى، الافضل ان احنا نقول له: ابعد عن المكان ده. يبعد ليه؟ عشان لا يذكره لا من قريب ولا من بعيد بهذه المعصية. قلنا لأنه لو جلس في ذلك المكان قلنا يعود بالذاكرة فتذكر أنه فعل كذا وكذا وارتكب كذا وكذا، فعشان نقطع عنه الأمر ده هو ولا يتسلل إليه الشيطان، فعند ذلك نغلق عليه هذا الباب، نغلق عليه هذا الباب. فده الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما أغلق ذلك الباب على وفد عبد قيس، نهاهم عن استعمال هذه الأوعية. ليس لحرمة الوعاء ولا حرمة المادة اللي صنع من الوعاء، ولكن لأن أوعية كانوا ينتبذون فيها، فيبقى بعد عن الخمر وبعد كمان عن رؤية الوعاء اللي هو يذكرهم بالخمور. لذلك ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة قد حال بيننا وبينك كفار مضر، وليس نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا. قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيدي واحدة. وقال مسدد: الإيمان بالله، ثم فسر لهم: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم، أن تؤدوا الخمس مما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير. يبقى قال: أنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير. قال البعض: أو النقير والمقير، ولم يذكر المزفت. نهاهم عن هذه الأوعية، أنهاكم عن الدباء وعن الحنتم والمزفت والمقير أو النقير يعني. فيبقى على ذلك نهاهم عن هذه الأوعية، وده كان نقول لأن دي أوعية كانوا ينتبذون فيها، فنهاهم عنها النبي
صلى الله عليه وسلم حتى ينقطعوا عن شرب الخمر وعن الأوعية أيضا التي كانت تذكرهم بشربهم لهذا الخمر. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الروايات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.